الوسط غير ممكن عادة غالبا. الشيطان لا يقنع بالحلول الوسطى. الشيطان إذا واحد شوية مشى في طريقه لازم يمشي إلى النهاية. فإذا واحد من البداية نظر الموظف في غرفة واحدة مع الموظفة والموظفة في غرفة واحدة مع الموظف، خب نظر شنو إشكال كلمة، شنو إشكالها؟ الشيطان إذا واحد دخل في هذا الوادي لا يقنع منه إلا أن يقوده إلى النهاية. لذلك أفضل شيء أن واحد يغلق هذا الباب